سمعنا بهذا المكان هو تابع للإنجليز، يعني هذا المكان كان معسكر للإنجليز. فراح ندخل على مسؤوليتنا وراح نشوف شنو الموجود من بقايا وآثار الإنجليز بهذا المكان. طبعا وصلتنا معلومات يعني دقيقة على أنه هذا المكان خطر، هذا المكان ببقايا، فراح ندخل ونغامر حتى نشوفكم. هذا المكان هو أندر الأماكن الموجودة. ليش؟ عسكر كامل للجيش الإنجليزي موجود بهذا المكان نتيجة الأمطار اللي تحدث هنا بالصحراء هاي، اللي صار بها شقوق بالأراضي، ظهرت الأسلحة وظهرت العتاد وظهرت العتاد الأسلحة العسكري قبل موجود هنا. تعالوا خلينا نشوفكم القيانة. راح استخدم هذا الستاند حتى أقدر أبحث به وبالحفر وساعدني. العملية راح تطول. جمعة؟ إيه. الزمن خلينا الزمن. هاي الجمجمة هي جمجمة ما أعرف حيوانات أعتقد أو خيل أو فتشي ما أدري. هاي الجمجمة موجودة في هذا المكان وإحنا مستمرين بالبحث. خلينا نشوفكم بعد أكثر، لأن أنا متأكد إنه 100% هذا المكان لازم يعني بي بقايا بي آثار. يعني احنا وصلتنا معلومات كاملة على انه هذا المكان بي بقايا، وهاي البقايا هي بقايا مال المعسكر الانجليزي الموجود بهذا المكان. مثل ما جاي تشوفون هذا الساتر، هذا الساتر هو ساتر لهذا المعسكر الموجود على طول هذا الطريق، تقريبا حوالي كيلو واكثر من كيلو يحميهم من الهجوم اللي يصير. لكن هو بمرور الزمن هنا الأمطار مثل ما ذكرنا دائما موجودة، فصير تشققات بالأرض، صير يعني الأمور تتلف يوم عن يوم. فهاي التشققات اللي جاي تصير جاي تظهر إنه هواي أشياء موجودة، آثار بقايا قديمة. علي محمد تعال شوف هذا العتاد القديم الموجود بهذا المكان. طبعا هذا يدل على إنه جاي شوف هذا العتاد المعسكر، هذا الرصاص قديم جدا، البعض منه ترى بعده ما رامينه، بعده حي هذا الرصاص. وهذا الرصاص مال إحادية، ما اعرف بداك الزمن شنو، طائرة يعني موجود بكميات كلش كبيرة. هذا يدل على انه مثل ما ذكرت هذا المكان قديم، ونتيجة الامطار اللي جاي تصير هنا جاي تظهر لنا يوم بعد يوم. خلينا نطلع لكم اياه هنا هذه البقايا الموجوده من الحروب، حروب الانجليز. اذا تشوف هاي الرصاصه بعد ما مرميه، يعني هسه اذا واحد يعني بيها بارود وكامله وجاهزه على ساعة تنفجر وتطق علينا، ما اعرف. احنا بعد دخلنا هذا المكان على مسؤوليتنا مثل ما ذكرت، يعني ما ادري انا اذا اكيد موجود بعد. نتيجة الامطار مثل ما ذكرنا جاي تظهر لنا بعد يوم عن يوم اكثر. نجمع هذا العتاد اللي نحصله بهذا المكان هنا، وبالاخير راح نشوفكم النتيجة اللي راح نحصل عليها. طبعا مثل ما ذكرنا انه اكو عتاد بعد ما طاق، يعني ما بي شيء، وعتاد لا مستخدمينه لكن هو تالف وقديم، شقوق بدت تتاكل. هذا يدل على انه الامطار هنا هواي، فتشوف يعني يوم عن يوم بدت تسحب هاي الارض. ويقال انه هاي الارض انها قلبت بهم الارض، فهي يعني نسبه مو كلش صحيحه، لكن كمكان ومعسكر هذه النسبة يعني صحيحة 100%، لأن المكان قديم. يعني إحنا جاي نبحث دائما اللي نشوف شنو موجود، لكن الأرض كبيرة كلش كبيرة، فوق 100 دونم، يعني مستحيل واحد يقدر يسيطر عليها، وخاصة إحنا ما جايبين المعدات يعني الكافية، مثل معدات التنقيب ما عندنا،
ما متوفر عندنا معدات الآثار، معدات ال... ما عندنا نهائيا. لكن هذا المكان يا أخوان عجيب، تعالوا خلينا نكمل المسيرة بعد ونبحث. إذا تتقرب الأستاذ محمد تعال شوف، هذا أيضا مكان عتاد، عتاد قديم جدا، جزء مر علي مئات السنين. هذا كامل يعني، هاي أيضا وحدة. يعني هذا يدل على أنه مثل ما ذكرت هذا المكان موجود به عتاد، موجود به بقايا، البقايا الإنجليز اللي حكموا واللي يعني دخلوا بشؤون البلاد كثير يعني من السنين. ومثل ما ذكرت أنه هذا المكان كلش كبير ما قدرنا نسيطر عليه، لكن إحنا راح نجمع هاي البقايا كلها في ذاك المكان اللي شفتوه أول واحد، وراح نصوره لكم بشكل دقيق، نشرح لكم الحادثة. لحظة شوف هذا شنو، يعني هذا يعني هذا المكان يدل يجوز حتى بمتفجرات الغام، احنا ما ندري على ساعة يطق علينا ما نعرف. في النهاية يا اخوان هذا اللي قدرنا نجمعه من هذا المكان، لكن هو المكان كلش كبير ومساحة مفتوحة، ما نقدر نبحث عن كل يعني كل المكان لأن يجوز به متفجرات بألغام بأماكن خطرة ما نقدر ندخل لها، احنا ما عندنا المعدات الكافية حتى نستمر بالبحث، لكن هذا اللي قدرنا نجمعه. هذا الرصاص الحي بعده ما يعني ما مستخدم، وهذا لا مستخدم، لكن هذا مرت عليه مئات السنين اللي صار بهذا الشكل. ايضا هاي البقايا من الحيوانات الموجوده كانت هنا، مثل ما ذكرت انه هذا المكان كانت ما بي نهائيا لا اشجار ولا نخيل ولا شيء، ارض يعني منبسطه، لكن بمرور الايام صارت هاي الاشجار، يعني تقريبا هذا اللي قدرنا نجمعه. لكن مثل ما ذكرت هاي التلال الموجوده حاليا هي تلال للتدريب والتلال الموجودة للرمي وغيرها، المساحة جدا كبيرة، لكن احنا راح نوعدكم بانكم حلقة ثانية ان شاء الله، الحلقة الثانية راح نبحث بشكل دقيق بهذا المكان وراح ندخل بالعمق الى ان نشوفكم اشياء اكثر بعد. اذا حبيتوا هاي الحلقة وهذا الفيديو كتبونا بالتعليقات شنو آراءكم، واذا حبيت ننزلكم فيديو ثاني ايضا كتبونا بالتعليقات. في امان الله.